دين ما هو فوضى، ديننا دين الرحمة. السعودية لما جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كانت الجزيرة مساحتها مليونان و400 ألف مساحتها، نشر الأمن والأمان. قل بالسيف نقول صح، قل بالحكمة نعم، وبث العلماء ونشر هذا. بدأ الحاج يمر بعيرة، يجي من الهند، يجي من مصر، يجي من دول الخليج ويحج، ولم يقاطعه أحد ولم يسلبه أحد من قطاع الطرق أبدا من أهل البادية في ذلك الوقت. ليش؟ لأن ما حد لهم الطريق. إحنا نقول مهدوا الطريق وطبقوا شرع الله وجربوا. مطبق شرع الله في الكويت؟ لا 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 لا، شوف يا ملا، شوف يا شيخ، أنت ملا، أنت ملا كلهم ولا ألوى. شوف يا شيخ حبيبي، احنا نقول نعم يا شيخ محمد، التلميذ يد معروفين. احنا نقول علشان اعطيك فكره، هذا الاخ العزيز اللي امامي كان واحد من صناديد الاجناعات اللي يسمونهم القناعات، اسمه يوسف سيد هاشم، سيد يوسف القناعي، سيد يوسف ابن عيسى القناعي، وانا رايته وسلمت عليه. كان ما يجلس الا يقول طبق الشريعه، كان يدخل على احمد الجابر رحمه الله ويقول لي يا شيخ ترى الشريعة وكذا 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 وكذا.